طب ايه طبيعة شغل ابو كيان؟ بيبيع مخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اللي عجبني فيه عامل رقم للشكاوي علشان لو جبت الصنف ومعجبكش تشتكي. ابو كيان ده حكايته حكاية، عمل اعلان بيروج فيه لبيع المخدرات جملة وقطاعي. اول واحد اتصل بيه رئيس مباحث اوسنا، هو ايه حكاية ابو كيان؟ ابو كيان شكلها الدنيا زنقت معاه حبتين، قال اعمل شغل ماركتينج يمكن الدنيا تظبط شويه، بس بصراحه نجح في شغل الماركتينج، كل الدنيا بتتكلم على الاعلان بتاعه، بس ملحقش يفرح، زمانه بيعمل احلى ماركتينج في التخشيبه. طب ايه طبيعه شغل ابو كيان؟ بيبيع مخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اللي عجبني فيه عامل رقم للشكاوي علشان لو جبت الصنف ومعجبكش تشتكي. امال هيكون عمرو شارب استباحتك. وبعد ما تداول صوره الاعلان بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، تم تحديد مكان ابو كيان واتقبض عليه وهو معاه بعض المخدرات ومعاه المنشورات اللي نزلت على السوشيال ميديا.